أعلن بيان للجيش العراقي مقتل طيارين اثنين بعد أن أسقط تنظيم داعش طائرتهما الهليكوبتر فوق مدينة الموصل، فيما نجحت فرق الإطفاء العراقية في السيطرة على حرائق أبار النفط المشتعلة جنوبي الموصل منذ 8 أشهر، وذلك بعدما أضرم داعش النيران فيها قبل انسحابه إلى قلب الموصل. تحد جديد نجح العراقيون في تخطيه بمنطقة القيارة جنوبي مدينة الموصل، فبعد محاولات استمرت 8 أشهر تمكنت أخيرا فرق وزارة النفط العراقية من إخماد حرائق 22 بئرا نفطيا كان تنظيم داعش أضرم النيران فيها في محاولة للتشويش على طيران القوات العراقية وقوات التحالف قبل انسحابه. الحمد لله عبرنا المرحلة الصعبة، يعني خلينا نقول حاليا نمشي ببرنامج، يعني ان شاء الله على خط نفس الخطة اللي مرسومة، يعني تمشي الامور ان شاء الله. وطبعا هو تضافر كل شركات القطاع النفطي ويا شركة نفط الشمال، دعم مباشر من سيادة الوزير، وان شاء الله نقدر نقول تجاوزنا الأزمة. يعني حاليا سيطرنا على الآبار القريبة والمؤثرة على البيئة، قدرنا انه نسيطر عليها، وحاليا متقدمين بدون توقف نعمل على اكثر من موقع ان شاء الله. 8 أشهر مضت لم يتغير لون سماء القيارة الاسود وسط دخان كثيف دفع الالاف الى النزوح، فيما تعرضت المناطق السكنية لاضرار كبيرة واصبحت مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية خارج الخدمة وتحولت الى مستنقعات تملأها المياه الملوثة. اذا مفجرينها صعبة، بس اذا فتح كاك وحلقه هذا بسيط، على بنسد الكاك وتنتهي شغله. بس اكو بير عنده فجروه، يعني بحزام ناس خلني فوقاته ورموه عليه وفجروها. تحديات صعبه واجهت فرق الاطفاء، خاصه ان تنظيم داعش بحسب مصادر في الشرطه العراقيه قام بتفجير فوهات الابار النفطيه بالعبوات والاحزمه الناسفه حتى يصعب الوصول اليها، ليضيف التنظيم الارهابي اسلوبا جديدا لجرائمه التي زادت من ازمه النزوح والتهجير.